مساء الخير، مساء المحبة والبركة. أهلا وسهلا أصدقائنا بندوة جديدة من ندوات الخط العربي. حديثنا ما خلص عن خط النسخ، كمان اليوم حنكتب كمان أكثر وحنحكي أكثر عن خط النسخ ونتعرف كمان على أسرار هذا الخط وكيفية كتابته. هلأ حنكتب جملة وحنكمل إحنا كمان الحروف اللي بقيانا، يمكن بقيان حرفين أو ثلاث حروف. حنشوف الحرف كيف بنكتب، بأول كلمة، بوسط الكلمة، وبآخر الكلمة. حنكتب هلأ جملة أو بيت شعر ونشوف الخط النسخ. عندنا حرف اللام، طبعا مع حرف الغين، اتصاله مع حرف الغين، وبعدين في عندي التاء المربوطة. لاحظنا أنا عندي قاعدة الحروف، السطر اللي أنا عم بكتب على أساسه الحروف جاي على السطر. حرف الذال، وعندي حرف الواو بدايته على السطر، وبعدين بينزل تحت السطر بمقدار نقطتين. عندنا كمان حرف القاف ببداية الكلمة، ووصلة العين مع التاء بهذا الشكل. كمان على السطر عندنا حرف العين تعلى عن السطر بمقدار نقطة، بتكون بهذا الشكل. وبعدين أنا برسم الهلال لتمم حرف العين. عندنا حرف العين اللي احنا أخذناها على ثلاث مراحل، مرحلة تنتين، وعندي الهلال مرحلة ثالثة، وعندنا وصلة الألف المقصورة، الألف حكينا هي ارتفاعها 5 نقط، وعندي حرف السين، وصلت السين مع الميم. لاحظنا بالأعلى أرفع من نهاية حرف الميم اللي بتكون بوسط الكلمة، يعني بالأعلى أنا باخدها برأس الأصبع وبعدين باخدها بعرض الأصبع. هلا وصلتها مع الألف بهذا الشكل، وعندنا حرف العين هي خطوية، هاي الخطوة الثانية، وبعدين بنرسم الهلال لتعطينا شكل حرف العين. وهي وصلة العين مع النون وبعدين الألف. هلا عندنا حرف الكاف اللي بعدها ألف، تكون بهذا الشكل. لاحظنا بدايتها كأنه حرف دال، بس بتعطي ميول خفيف، يعني أنا في عندي فراغ في ميول بالنسبة للسطر اللي إحنا عم نكتب على أساسه. عندي النون مع وصلة التاء بهذا الشكل. وعندنا اللام، احنا عم نحافظ على ارتفاع الحروف كلها نفس الارتفاع، وقاعدة الحروف السطر يلي احنا على اساسه عم نكتب الكلمات.
عندنا حرف الباء بمعنى السطر، الراء تنزل تحت السطر. وعندنا حرف الدال كمان قاعدة حرف الدال على السطر. حرف العين كمان بيرتفع عن السطر بمقدار نقطة. وحرف اللام نفس ارتفاع الحروف كلها. عندنا الألف المكسورة بتنزل عن السطر. عندنا اللام ألف، طبعا هي حركة، وعندي خطوة تانية بهذا الشكل، وعندي الخطوة الثالثة التقاطع. بهذا الشكل، وبعدين باخذ قاعدتها على السطر طبعا بمقدار نقطتين قاعدة، والفراغ عندي هون 3 نقط. عنا بعدين حرف الكاف والباء، حرف الدال قاعدة على السطر. هلأ احنا ممكن انه نضبط الحروف بالتشكيل. التشكيل حيكون برأس الأصبع. طبعا التشكيل هو تزيين للحروف ولضبط الحرف، وحتى ممكن انه نعبي فراغ اذا كان في فراغ بالجملة. لاحظين اعطاها جمالية التشكيل، وضبطنا الحرف كمان بالتشكيل. وإذا كان في عندي فراغ عبينا الفراغ. لاحظنا كيف هذا خط النسخ، الخط الواضح يلي مقروء واستعمل للطباعة ونسخ الكتب، وكانت تكتب فيه العناوين بالجرائد والمجلات. طيب كمان حنكتب احنا تتمة بيت الشعر، وحنشوف بقية الحروف كيف تنكتب بالأصبع وكيف موقعها من السطر. عندنا حرف السين، عندي هون المسافة نقطة، وبعدين عندي نقطة ونص للسن التالي. خط النسخ هو فرع من فروع خط الثلث. الخط الثلث هو اكثر تعقيد واكثر تشابك بالنسبة للحروف، لكن خط النسخ هو الخط الواضح المقروء اللي استعمل كإعلام. ملاحظين السين قاعدتها على السطر مع حرف الضاء، اللام نزلت عن السطر، وعندي الراء كمان بتنزل عن السطر. وعندنا الباء مع حرف الطاء، الطاء طبعا بتتركب تركيب على الباء لتعطينا هذا الشكل. وعندنا التاء المربوطة، طبعا عم حافظ حتى كمان أنا على ارتفاع
الكلمات يكون نفس الارتفاع. عندي التاء مع الواو. الواو مفتوحة ونزلت عن السطر. اللام كمان نفس الارتفاع. وعندنا حرف الفاء وصلتها باللام تطلع معنا بهذا الشكل. هل أنا عندي سن 2 3 4 أسنان بكلمة بيننا. السن الأول بعدين بعلي السن الثاني. وعندي السنين النون والنون أوطى من السن الوسطاني. احنا بنعليه لحتى ما يكون شبيه بحرف السين. هلا ممكن نشكل لنعطيها كمان كناحية جمالية ونضبط الحرف. عندي حرف الفاء مع حرف الهاء. هلا حرف الهاء حنركبها ترتيب. رسم حرف الهاء اللي بوسط الكلمة طبعا ممكن ناخذها احنا بشكل تاني حسب ما يرتقي الخطاط برسم هذا الحرف حسب الجملة اللي عم يكتبها او المسافة اللي بده يكتب فيها هاي الجملة. مع الراء. احنا ركبنا الحروف ولكن بشكل مبسط مقروء ما فيه التداخل اللي فيه تعقيد او تشابه بس لحتى نعطيها ناحية جمالية كتشكيل او كتكوين فني. كمان عندنا اللام مع النون والألف. عنا حرف الطاء مع القاف طبعا اجت على السطر. وبعدين عندي كأس القاف بينزل عن السطر. الباء مع الألف. وعندنا اللام مع الضاد. كمان حرف الضاد مع اللام تتركب تركيب بهذا الشكل. عندنا خطوة وعندنا الخطوة الثانية بهذا الشكل. عنا حرف الدال قاعدته على السطر. هلا ممكن نضبطها بالتشكيل ونزينها. عم نضبط احنا الحرف وعم نحط التشكيل عم نعبي الفراغ عم نزين الحرف. هذا خط النسخ. واضح وقراءته سهلة. وهذا اللي احنا على طول بنشوفه احنا بالكتب بينسخوا فيه الكتب.
هلا احنا حنكمل بقية الحروف. احنا اخذنا حرف الهاء بس ما كتبنا الهاء كمان اشكالها بوسط الكلمة. حنكتب احنا هلا مثال عن الهاء بوسط الكلمة بكلمة اسمهان. عنا السين، قعدت على السطر، وبعدين عند الميم، وهلا عندي اتصال الميم مع الهاء يلي بوسط الكلمة. عندي هاي الهاء بوسط الكلمة بهذا الشكل. وعن النون المنفردة. هلأ كمان عندي حرف الهاء ولكن بشكل تاني اللي بتكون بوسط الكلمة، هنكتبها مع حرف الشين اتصالها مع الشين. عندي هذا سن اثنين، وهذا السن الثالث اللي حيكون اتصاله مع الهاء بياخد شكل الأنطرة بهذا الشكل. هي حرف الهاء شكل تاني غير الشكل اللي هلأ احنا كتبناه. كمان حنشوف حرف الهاء كيف كمان ممكن انه يكون بوسط الكلمة يتركب تركيب، يعني الهاء اللي بنكتبها احنا ببداية الكلمة ممكن نكتبها بوسط الكلمة تركيب. كمان بكلمة شهر حنشوف الهاء بوسط الكلمة. هاي خطوة، وعندي الخطوة الثانية بهذا الشكل، وعندي اتصالة مع حرف الراء بهذا الشكل. هلأ صار في عندي أنا بوسط الكلمة هذا الشكل، وعندنا هذا الشكل، وعندنا تركيب بهذا الشكل. طبعا حسب الجملة اللي احنا عم نكتبها وحسب المسافة اللي عندنا بيتم تقدير هالموضوع لكتابة حرف الهاء. كمان حنشوف كلمة شهر. عندي حرف الهاء ممكن نعطيها كتزيين. عندي الهاء بتنزل عن السطر بهذا الشكل، وعندنا هذا شكل تركيب، وعندنا هاي الهاء هي نفس الكلمة ولكن أخذت حرف الهاء ثلاث أشكال. عم نلاحظ نحن غينا الحرف العربي كيف ممكن بالخط الواحد إنه ينكتب بعدة أشكال. هلا حنكتب كمان كلمة هدية. الهاء بأول الكلمة. طبعا حنعطيها مال وصلتها مع الدال. وعندنا الدال. الشكل. وعندي الهاء أو التاء المربوطة بآخر الكلمة المتصلة تكون معنا بهذا الشكل. التلت الأول من الأصبع، بعدين بعرض الأصبع كامل.
حنشوف حرف الهاء كمان بوسط الكلمة مع الحروف مع حرف الميم. الميم اللي يكتب لما بيكون في عندي حروف نازلة، مثلا عندي كلمة مها، كمان تكتب بهذا الشكل. هي الهاء بوسط الكلمة كمان أخذت هذا الشكل. حنشوف حرف الهاء كمان مع حرف الياء، اتصاله مع حرف الياء كمان بياخذ معي هذا الشكل. وعندي اتصاله بالياء ويعطينا هذا الشكل. هي حرف الهاء اعطانا عده اشكال. هي اتصاله مع الميم، الميم اللي بتنكتب مع الحروف النازلة بهذا الشكل. هي هاء كمان بوسط الكلمة. لاحظنا كيف اختلف شكلها بكلمة مها عن شكلها بكلمة شهر. كمان عندي الهاء، هي تركيب كمان اخذت شكل تاني. الهاء اللي تكتب بأول الكلمة فينا انه نركبها تركيب وتكتب بوسط الكلمة. هلأ حنشوف حرف الواو. الواو هو بخط النسخ بيكون بدايته على السطر ومفتوح وبينزل عن السطر. طبعا نزلته عن السطر بيكون بمقدار نقطتين. أنا السطر اللي كتبت على أساسه هو هذا قاعدة السطر. عندي الواو المتصل كمان بيكون مفتوح وعلى السطر وبعدين بينزل عن السطر كمان بمقدار نقطتين. هي السطر الوهمي اللي الحروف النازلة عن السطر تاخذ نفس المسافة. هي حرف الواو. حنشوفها بكلمة وائل، منبلش فيها على السطر وبعدين تنزل عن السطر بهذا الشكل. عنا الألف، هي اللام كمان بتنزل عن السطر. حنشوفها متصلة بكلمة لؤي، كمان اللام تكون على السطر. وعندي الواو بلش فيها على السطر وبعدين بتنزل لتحت السطر. حنشوفها بكلمة محمود كمان متصلة بوسط الكلمة. عنا الميم، هي الميم تكتب بهذا الشكل مع الحروف النازلة اتصالة مع الحاء كمان بهذا الشكل. عنا الميم بوسط الكلمة، اتصال الميم مع الواو والدال وقاعدة على السطر. حنشوف الواو بكلمة ورود. هلأ بنلاحظ كيف بدها تكون نفس النسبة. عندي الراء نزلتها عن السطر نفس نسبة نزلة الواو عن السطر. وعندنا الواو
الثانية بهذا الشكل وروج. طبعا هذا التناغم الإيقاع الواو مع الراء مع الواو، ومنلاحظ أنه نفس المستوى نزلتهم عن السطر الحروف الثلاثة، ونفس النهايات نهاية الحرف. كمان حنشوفها بكلمة عود مع حرف العين، هي خطوة، والخطوة الثانية بهذا الشكل وصلتها مع الواو. معنا العين بدايتها هلال، حرف الدال قاعدته على السطر. حنشوفها بكلمة سوريا كمان وصلتها مع السين، هلا السين تاخذ مد، وعندنا الواو كمان على السطر. ملاحظين كيف نفس النسبة تحت السطر. السطر ممكن هي أشكال الواو بوسط الكلمة، بوسط الكلمة وبأول الكلمة منفرد، وكمان بوسط الكلمة كمان منفرد مو متصل مع الكلمة. وهون عندي بكلمة لؤي اتصاله مع اللام، وهون اتصاله مع الميم. هذا حرف الواو بخط النسخ. هلأ نحن كمان ممكن حنكتبها كمان هلأ هون. حنشوف كمان حرف الواو، حنكتب كلمة سوريا هي بتاء المربوطة، حنكتبها كمان. هلا انا ممكن اني اقصر السين ما اعطيها مد، والواو بتنزل عن السطر، وعندي الراء كمان بتنزل عن السطر نفس المقدار. وممكن أعطي مد للياء، والتاء المربوطة طبعا ارتفاع عن السطر بمقدار نقطة. احنا ممكن نمد السين ونقصر الياء مع التاء المربوطة، وممكن نقصر السين ونمد الياء، فبتعطينا هاي الجمالية. هلأ في عنا حرف الياء، حنشوف كمان حرف الياء كيف بنكتب. حنكتبها بأصابع أعرض بس لنوضح حرف الياء. كبداية عندي أول خطوة بهذا الشكل، وعندي الخطوة الثانية، وعندنا الخطوة الثالثة اللي هو كأس الياء بتطلع معنا بهذا الشكل. هلأ أنا عندي الفراغ هي عبارة عن نقطتين، وعندي المسافة إذا بدنا ناخذها كمقياس كمان نقطتين بهذا الشكل، وعندي عن قاعدة السطر كمان نقطة. يعني أنا هون في عندي هذا الميول الخفيف، والفراغ هون نقطتين، هي حرف الياء. هلأ عنا حرف الياء المرسلة يلي نهايتها بنعطيها مد،
تاخذ هذا الماء كمان طبعا نفس المقياس. عندي نقطتين وهي بتنزل عن السطر، طبعا هذا السطر اللي عم نكتب على اساسه، هي بتنزل عن هذا السطر. وعندي نقطة تنتين ثلاثة أربعة، طبعا من 9 نقاط ل 12 نقطة ممكن إنه نحن نمد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. هل عنا الياء اللي بتكون متصلة وبآخر الكلمة تأخذ معنا هذا الشكل. إذا كان في حرف نون أو باء أو تاء. هلأ في عنا كمان كلمة أو حرف ميم، النون مع الياء كمان تأخذ معنا هذا الشكل. الفاء مع الياء بكلمة في، واتصالة مع الياء بهذا الشكل. اتصالة مع السين، السين ممكن بتاخذ معنا سن اثنين، والسن الثالث هي وصلتها مع الياء. كمان تاخذ هذا الشكل. وعندي الهاء مع الياء، الهاء وهي اتصالة مع الياء. وعنا مع اللام بكلمة لي مع الياء كمان اتصالها بيكون بهذا الشكل. نشوفها كمان مع الكاف كلمة كي، هي الكاف اتصالها مع الياء. هي الياء بأشكالها تقريبا كلها. وهلأ منشوف كمان أمثلة كلمات حنكتبها. حنكتب الياء بكلمة يحيى، الياء ممكن تنكتب بهذا الشكل ببداية الكلمة بكلمة يحيى. لاحظنا الياء اللي قبل الألف المقصورة، وممكن نكتب كمان الياء بوسط الكلمة. هلأ ممكن نعطيها مد لحنا وبعدين نوصلها مع حرف الميم بكلمة إيمان. وعندنا حرف الياء كمان ممكن ياخذ شكل تاني بكلمة إيمان بهذا الشكل. وحتى شكل الميم بيختلف باتصاله مع الألف تكون معنا بهذا الشكل. هي حرف الياء
ملاحظين كيف اختلف شكله ببداية الكلمة؟ له عدة أشكال. يعني نحن عم نشوف الحرف الواحد بنوع خط واحد عم ياخذ عنا كذا شكل حسب موقعه من الكلمة، وممكن حسب المكان المحدد لنا بكتابة هاي العبارة أنه ممكن إحنا نضيق أو ممكن نعرض. حنكتفي اليوم بهذا القدر من كتابة الحروف بخط النسخ، ويمكن تقريبا انتهينا، بس نأخذ بعض الملاحظات بحلقة قادمة، وبتمنى أن نكون قدمنا الفائدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.